المزيد من المساعدات في طريقها إلى سوريا. وقد التقى وزير الخارجية الألماني فرانك فايتر ستاينماير المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة فيليبو غراندي في بريم يوم الأربعاء الماضي، حيث ناقش المسؤولان الأزمة سوريا. هذا وقال ستاينماير إن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة الصراع في سوريا في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من المحتمل أن تصل أكثر من 4 قوافل من المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة بين مختلف الخطوط الأمامية وبحلول الأيام المقبلة. شهدنا نقطة حادة جدا في الحرب الأهلية الدائرة ل5 سنوات، عندما أدرجت المستشفيات والمدارس والمنشآت الصحية ضمن أهداف تفجيرات. لذلك أصبح من الضروري محاولة اللجوء إلى شتى الطرق لتنفيذ المادة الثانية من اتفاق ميونخ، وبمعنى آخر تهدئة وتخفيف حدة الصراع في الأيام القليلة المقبلة لحد من العنف. أول عامل لتنظيم تدفق الناس هو مساعدتهم في بلادهم، وهناك طبعا الاستثمار في الدول المجاورة والنقاش مع تركيا التي نتابعها عن كثب وندعمها كثيرا للسيطرة على التدفق. وطبعا الأفضل هو تنظيم تدفق اللاجئين داخل أوروبا، ويعد هذا موضوعا معقدا سوف نناقشه في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.